بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس 34 عشر كي أفري صدنات صدني أفرات كتاب كي المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية، واللي في الشيخ محمد ابن داود السنهاجي رحمه الله تعالى، وهنكسو جره باو مرفوعات الأسماء. أسماء دي لقودة الشيخ وكوير وتضبو الفاعل بأوه الرئي، وحا كوحيغا أرهن وكمغا عاوي باب وكمغا عاوي باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وصدا في عن إن لغمغا عابا إتاي نايو فاعل صدح يافر وحا متديه خبر متديه واسوارك خبر كي بو شاق وحالكن كب الله والخبر وخبر كي قسمان اللبا قيبود وي مفرد ميد ومفرد أه يوا غير مفرد ميد عن مفرد أهين وفير سادار خبر واللبا لوي خبر لبو قيبسا مفرد يا غير مفرد. مفرد مركي لجوغ باب المبتدا والخبر وحال إلى ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. مفرد كأجرمي صدح جارب على الوشاق وصدح ذو إكالدويه. باب معرفة علامات الإعراب مركا لمرة هي مفرد وحلو يقان مفرد وحلو يقان وأه هل شيء تصي هل نن هل قبل وح جماد هذا حتى هل بور هل نجح هل شيء إنه تصي مركب مفرد وحلو يقان باب معرفة علامات الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من أسماء الخمس وحن لبعهن لبه دي اللي دي ما جمع مع الأقلاني ما حال أمبالا خبا باو المبتدى والخبر مفرد وحالة قوضة ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة وحان جملة أهين جملنا أنشبهين وحان جملة أهين جملنا أنشبهين ما قرأت ما أنت مثنه هو مفرد مركي هل كان لجو باو المبتدى والخبر مثنى محوية ومفرد ما جملة ما جمع مذكر سالم ومفرد صواب جملة ما جملة ما مركب مفرد كوين اسكوغات مركب صدح هذا المفرد لقاها لدونا وباو المنادى يا باو لا مركي لقاها وحكولي دونا مفرد كا وحلو يقانا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف وصوص على كا ما انت انجونا باو المتدى والخبر محوية مفرد هذه لونه وحادي ووحان جملة هين جملنا انشبهين ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة والخبر خبرك قسمان لبا قيب ودوي مفرد بدون مفرد مفرد وحالك وضع ما أنت ما لي مركبا المبتدا والخبر لجوغ هل كان وحان مفرد لك وضع ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة وحان جملة جملة شبيه مثنه ما أنت ومفرد جمع ما أنت ومفرد مركبا كان لجوغ باو المبتدا والخبر والخبر خبر كي قسمان لبا قيب ودوي مفرد مد ومفرد مفرد وحلق ودا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة وغير مفرد مد عن مفرد هين فالمفرد مفرد كي نحو قولك هذا الكاغي وحلا مد وي مفرد زيد زيد قائم واتاغي هي زيد المبتدا قائم نوا خبرك وزيدان لبدي زيد قائم يعني واتاغي وزيدان ما انت صوم مثنى ما باو المبتدا والخبر مركي لجوي لكن محيي مفرد إنما جملة ما جملة ما وزيداني لبدي زيد قائمان ويتاغيهن مفرد ويمانت مركي لجواب المبتدا والخبر وزيدون زيد يالكي بنا وجمع مذكر سالم قائمون ويتاغيهن كان ما أنت محوية وجمع مذكر سالم لكن باب المبتدا والخبر مركي لجواب محوية ومفرد سواب طاعة جملة ما جملة معها جملة وحيتها وينو إمانة سوي سو صوت فالمفرد من هذا لما حنتال إلى من أخر أرض من هذا وحيدي جرين فوق هذا من هذا لما حنتال إلى من أخر أرض
هذا ده الله هذا إنسان نقول له إمام النووي سقى صوّة ذي كسب بله نمثال وكان سايا سايا وحقو صدع وريه هذا إنسان نقول له هين وصوّة ذا بركوا علي من هذا لا ما حنت لا ما نهر أرضه فالمفرد المفرد كي نحو قولك هذا الكاية وحي لم يدوي زيد زيد قائم واتاقي هاي زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره قائم خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والزيداني الواو حرف عطف وحاجة اسكت الزيداني مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد قائم عن خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد والزيدون الواو حرف عطف الزيدون مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر السالم والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد قائمون خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر السالم والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد حق عليك وأنا مفرد ما أنت هذا باب المبتدا مركي لجو ما قرأ باب المبتدا مركي لجو محيهن ما أنت مثال هذا هو مفرد صواب مركي لون جملة ما هي جملة ما إن شبين ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة مفرد لا يكون جملة ما أها جملة ما إن شبين وغير المفرد كان مفرد كحين غير المفرد نبرواك أربعة أشياء شيء على أفروي غير المفرد وأفر شيء الجار كي وحاصلي يوال مجرور كي له حاصلي وحال إسكو حلما بزيد هذا يا جار بعض الباء حرف جر سمنا زيد إنه اسم مجرور بالباء جار يا مجرور يا وذاد حرف أمننا تعلق الآن مجوج اللي يجري بريور بريور حرف أنت سواح ريستان غير هذا كسر تقام بعير كلو أن دتك مسلمين تكمل دتك مسلمين تسوى مالي كمل يكون جلان جرين جلد بالديجة مركو حالا يعني ده من قدر نوعه أما قراء عشية وحال اسمه هين اللي هذا وقت اللي اسمه هين مركو وحال ديجة وذات حرو إن علم يجيبه راع رحية وذات حرو يا جاري مجرم منا تعلق لآن بجوك مد بوعينه مال كحر حرونا دهير وكحر مو بهين جاري مجرورنا مال وكحر جاري مجرور كمركا وينه مال كتعلق ماشو كتعلقنا ومعناه ماشو كحرين مرات وحان سومري بزيد زيد بان سومري معنى حاجات كحرين سو سومري دو مرات ما حركة سكوت مرات وحان سومري بزيد زيد بان سومري زيد حاجات كتعلق هيا مرات إن المعنى هام بكحر ما وبسم الله إلهي مجي عيسان أبتدي أكب اللعبي مركب بسم الله حاجات كنت على جس ابتدي بالله ما شاء الجار كي وحوس لقاي والمجرور كي لهوس لقاي الجار وحرف كي جارك مركب الجار والمجرور والاسكو قفتها مركب رفاهن كوما لغة دلنا هل بيسكين وهل لنبر الجار كي وحوس لقاي والمجرور كي لهوس لقاي الجار والمجرور جاري مجرور كو والظرف ظرف لابو والفعل فعل مع فاعله وط فعل فاعل كي سوت والفعل فعل مع فاعله فاعل كي سو لجر فاعل كي سوت والمبتدا مبتدا مع خبره خبر كي سوت وخبر كي سو لجر ما قوا انت اف غير المفرد افرتاس لو يقن جاري مجرور ظرف فعل مع فاعل مبتدا مع خبره كتب تقار سيده كواكب الدريه شرح متميمة الأجرومية شيخ محمد ابن أحمد ابن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى كتبت كواكب كمديها سكرة وعبر فيه وين إسلام مانس وحيدا غير المفرد والله إنك محوين غير غير المفرد أف كتبت غار وحيدا غير المفرد والله الله ذا جملية شبه جملة جملية شبه جملة مبتدا مع خبره فعل مع فاعله جملة لسكنه الله ذا وجملة ظرف يا جاري مجرور شبه جملة لإسكنه ما قرأت إنك هذا حينه يا غير مفرد ما يقواه أف حلال باللوكالتي جاري مجرور ظرف فعل مع فاعله مبتدا مع خبره ما قرأت كتب تقار وحيدة غير المفرد واللبو وحان راهن جملة وشبه جملة جملة يا إسراء سواء قرأي
الفعل مع فاعله المبتدا مع خبره شبه جملنا جاري مجروري ظرف مسألة كلا هذا مسألة ذا فعل مسألة كلا الجملة السيدة هذا بحضان مقاشة في اللغة العربية الله أعلم اللغة العربية وين نحو ذا وين جملة هذه لو قلناها الله أعلم جملة اسمية جملة فعلية جملة اسمية جملة فعلية جملة اسمية ما بدأ باسم ووحي اسم لو قلنا بالله سيدة زيد قائم أزيدان قائمان زيد ما حاولكم بالله سمك عمار جملة اسمية بحس الله ربنا ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم والقرآن كلام الله والمسجد بيت الله كاو هذه جملة اسمية لماذا بدأت باسم جملة اسمية وحالة ما بدأت باسم وحي اسم الله بالله جملة فعلية أنا ما بدأ بفعل ما بدأت بفعل ماذا فعل كالله بالله قام زيد جملة أمحانا هنا جملة فعل مسائل ومسائل مهمة آيات الأسر جملة اسمية وما بدأ باسم وحي اسم الله بالله هذا لهنا المعهد معهد كان مبارك ومن لبركي وبركي سيها جملة أمحانا قناة اسمي هنا اسمه أقول بالله المدينة مقالة نظيفة ونظيف بل ما أذكر بالله اسمي إن اسمي أذكر بالله جاء محمد محمد بايم فعلي أرين كان جملة ذو وحيكا كومنتا وحلى ركنين لبطير أي جملة وحيكا كومنتا لبطير تير كوري يا تير كدم زيد زيد ها قائم واتاي ما غيرك كومنت مبتدي خبر سما مبتدوه الركن بعلى واتير قائم خبر كنا والركن كلا جملة كاستمر كم حيك كومنت ركنين قام محمد المركي لنهانا ما حيك كومنت قام أو ركن وفعل محمد فير مركال كان أربعين أنكو اسكو حلو مهم جملة كاستا لبر رغني بيكا كومنت رغني غهرية رغني غتم لباتير لباتير جملة نوحاو لغو بلا بكرام عن اسمي اما ها فعل هذه اسمي لغو بلا محانا هنا جملة اسمية هذه فعل لغو بلا جملة فعل ارنتا كلام مهم جملة ذا لبادة ذا رغني با اسمي وين نقون كرا لكن جملة ذا لبادة ذا تير با فعل موضا نقون كرا وفير سمسالة المسالة دقيقة مهمة محام كويشين جملة كاستهورتا جملة اسمية اما جملة فعلية لو هذا جملة مباجنة اللغة العربية قدن جملة اما وا اسمها اما وا فعل اسمنا يتا محام كويشين ما بديئة باسم هذه اسم لغو بلا جملة اسمية هذه فعل لغو بلا منا جملة فعلية جملة ما قتير بيكا كومنا لبات رغنية كوبادية رغنية لبات جملة لبضة تير باسم وين نقوم كران لبضة با زيد قائم زيد سو اسم قائمنا واسم لبضة بها لبضة تير باسم وين نقوم كران لكن لبضة تير بفعل ما نقوم كران لبضة تير با قام قام مياده وحولوني واتوكيد وادورات كيسة وحما هذا قام قام هيا باولي تاك مركة لبضا رغني مركز تميد وعينه اسم النقل لبضا رغني مهارت اسم وعينه كرا جملة ذا لبضا يضا رغني بها لبضا اسم وعينه كرا لبضا يضا رغني لكن فعل ما نقل كرا ما ماذا ما فعل نقل قام زيد والو اقلي زيد قام والو اقلي ويسوي ذلك لكن لبضا وفعل كمل ايك مركة تاوى جملة اسمية جملة فعلية نواد قرأت waxaa soo haray wax la shibhu jumla shibhu waa laba isagana waa jaari majruur iyo dharaf labadana way taaluqaan jaari majruur ku soo taaluq dharaf kuna wuu taaluqaa meel buu ku xirma labadan waxaa la isku yeeyay kana shibhu jumla jumla ma ahay oo eki waa jaari majruur ka iyo dharaf ka shibhu jumla la shibhu jumlati jumla shibah wa ghayrul mufrad wa ghayrul mufrad مفرد كيانا هين واي
وغير المفرد كيان مفرد كاهي أربعة أشياء شيال وأفروي واي الجار والمجرور جاري مجرورك والظرف ظرفك والفعل فعلك مع فاعله وتوكا فعل وكا فاعل وتو اسمه ها إن الجملة ذو جملة فعلية ذا لبعض الركن بفعل مين نقول كرت لبعض تير ما والفعل فعل مع فاعله وت والمبتدا ومبتدا مع خبره وت لبعض واسمه سمار مبتدا يا خبر نحو قولك هذا الكاري وحي لم يدوي زيد زيد ها في دار قرية دحيس جاري مجرور كاسا خبر عرابك وارك دون وزيد زيد عندك اكتاض وأهالي ظرف كاسو عند يا خبر وزيد زيد قام وحايست أبوها أبي قام أبوه فعل يفعل كاسا خبر وزيد زيد جارية قبل ليس ذاهبة ويتكت جارية أدونتي سذاهبة ويتكت جارية تي أشغيني سذاهبة ويتكت جارية أدونت نوالة قبل نوالة مدى شقالها نوالة واسك قالت أوفير سادار وغير المفرد كيان مفرد كائن أربعة أشياء شيال وأفر وهي الجار والمجرور جاري مجرور والظرف ظرف والفعل فعل مع فاعله وتو والمبتدا مبتدا مع خبره خبر كي سوى تنحو قولك هذا الكاغي وحي لم زيد زيد في الدار قريق دحيس هذا وزيد زيد عندك أكتاض وهذا وزيد زيد قام واستهى أبوها أبيه وزيد زيد جارية قبل ليس ذاهبة من تكتوي إعرابك أوفير سعد حلق زيد في الدار ورطة جاري مجروك شبه جملة ليه شبه جملة واضبة ظرف كان شبه جملة لا وضع شبه جملة فعل كما فاعله وطيب مبتدا مع خبره وطن الجملة زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره في الدار في حرف جر بعده في الدار في حرف جر الدار اسم مجرور بفي وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار وفيدة والمجرور كالجر دارك الدار دا. الجار كوحصر وفيدة والمجرور كالحصر والدار دا. الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر المبتدئ المبتدئ وخبر كائن كائن وأهان شفيرها وحلقوا شيء وحاول زيد زيد كائن وحوى هذا في الدار قريقة دحريس زيد زيد في الدار قريقة دحريس وأهاضي صمعت أهاضي هو كائن حال كان مركع عشماوي قاعدين دقاية صدح قول بأجرت قول بأراجع مجاري مجرور كان إنهم وغضاء خبر كيا والجار والمجرور خبر المبتدا ميالده مجاري مجرور كان خبر وقول الجار والمجرور هو الخبر ميا أهو الخبر خبر مجاري مجرور وقول أمل خبر هو المحذوف مسا خبر كوا شيء محذوف كي قعانو يكو تعلق عيون كائن انت وها انت بدل السوق درنا وكائن يا استقر يا ثبت كائن مستقر استقر ثابت ثابت قالت او هما معا مثل بضو ذو وذي جروي والراجح راجح حاوي الخبر هو المحذوف وحا خبرك هو محذوف كائن تحت فو اشمعي انا هلقا وذين لقاح مركا وحا الاسكوقة بتفيد داري جاري مجرور كم يا خبر كيا مسوحا ايكو تعلق هيا ومحذوف كائن مسألة بضو ضو اللي اسكو الدار مركا الراجع وحاوي عشماوي عقبت مسألة ذا صعوبا بحاي خبرك هو محذوفك محذوفك هو في الدار في حرف جر الدار اسم مجرور بفي وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر المبتدا وزيد عندك وزيد الواو حرف عاطف وهو حق اسكن زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره عند انت ذلك كجوكتا كافك كمجر عند ظرف مكان بعده وظرف بوصبك عندك أكتاله
عند ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره. عند ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره عند مضاف، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر، والظرف متعلق بعده مركز انت لما ساتعده، والظرف متعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر أو ثبت خبر المبتدا على قوضه. وزيد زيد عندك أكتاظ أهذا مركز دواء كائن، وزيد زيد عندك أكتاظ كسونا استقر أما ثبت لا بد من كلام تلك الناس. عند ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره. عند مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر انت أمرك هذا ما يستطيع. والظرف متعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر أو ثبت إن هذا صدح هل مال سراع ما مد كاثر بتقاضي. والظرف متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر المبتدا، وظرف متعلق بمحذوف تقديره استقر خبر المبتدا، وظرف متعلق بمحذوف تقديره ثبت خبر المبتدا بتكرر بتكلم. وزيد زيد عندك أكتاظ هذه وكائن، وزيد زيد عندك أكتاظ كسكن هذا واستقر أما ثبت. عند ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره. عند ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره. عند مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر، والظرف متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر المبتدا. وزيد زيد قام وحايست أبوها بزيد مبتدا قام فعل ماضي أبو فاعل فعل فاعلك يا في محل رفع خبر المبتدا في رهب. وزيد الواو حرف عطف وهو إسكالك حق. زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره. قام فعل ماض بعده قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أبو فاعل قام مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه من أسماء الخمس. أبو مضاف أبو فاعل قام به أبو فاعل قام مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه من أسماء الخمس. أبو مضاف له ومضاف إليه مبني على الضم في محل جر انتهى مركز الضم يستطيع. والجملة من الفعل وقام والفاعل أبو ضع. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا. جملة هذا خبر روح رابط الله له بسكو حراء رابط وحلا رابط راء ألف باطاء رابط مركز واحد. والجملة من الفعل وقام والفاعل أبو ضع في محل رفع خبر المبتدا، والرابط بينهما الضمير في أبوه ضمير كأبوه كجرو في أبوه من الله مثلا في أبيه في أبوه حركة الحكاية أرجو سوق الرابط ما تسوقورس حركة الحكاية له. وزيد قام أبوه أنكو علنا وفير سعد. وزيد الواو حرف عطف زيد المبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه زيد المبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أبو ذا بس على أنت أبو فاعل قام مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه من أسماء الخمس. أبو مضاف له ومضاف إليه مبني على الضم في محل الجر. والجملة من الفعل وقام والفاعل أبو ذا. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا، والرابط بينهما الضمير في أبوه. وزيد جارية ذاهبة زيد المبتدا جارية مبتدا لبا ذاهبة خبر يا خبر طيب كضمير جارية مبتدا لبا يا خبر كيهر يا خبر. وزيد الواو حرف عاد زيد المبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر. جارية مبتدا ثاني بعده جارية انت تأذك الجوك جارية مبتدا ثاني مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره. جارية مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. ذاهبة خبر المبتدا الثاني مبتدا لواط بخبر ذاهبة خبر المبتدا الثاني جارية ذا خبر ذاهبة خبر المبتدا الثاني مرفوع بالمبتدا الثاني وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره. والجملة من المبتدا الثاني وجارية ذا جارية وخبره وذاهبة
والجملة من المبتدأ ثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول والرابط بينهما الضمير في جاريته أو في إرسماش زيد المبتدأ جارية مبتدأ لبا ذاهبة وخبر يا خبر مبتدأها لبا جارية مبتدأها لبا يا خبر كي سنة يا خبر ويهين مبتديه هرع رابط اسكحلونا وهذا ورابط وحان ولماذا قال إلى أفر جارسيبة جار رابط ضمير كالنبركو السيدة هذا قام أبوه يو زيد جارية اسمه إشاره هنا رابط بالنقطة ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى عبسيدة الأرك ذلك كاس أيا خير خير بضن اسمه إشاره هنا وحون نقطة رابط سيدة ولباس التقوى ذلك خير لبوي ضمير اسمه إشارة وحاكله وحاكله أيضا النقطة رابط وحلى إعادة المبتدأ باللفظ مبتديه بقى لسوعلي لفظي سيريس القارعة ما القارعة الحاقة ما الحاقة الحاقة القارعة تيجا راعيس ما محيتها القارعة إن القارعة أرجم بقى لسوعلي سمع القارعة ما أظن أنه حيسمع محل سوعلي القارعة الحاقة ما الحاقة إعادة المبتدأ باللفظي بقى لأكاس مبتديهم باللفظي سل سوعد وكصدح إعادة المبتدأ باللفظي عشمان قواعدين لقدونا إن شاء الله تعالى قواعده وكن في عين وحاكلا ها أظهرك خد رئيسا العموم وحلى عموم عموم زيد زيد نعم الرجل الله نوحه ونأكسن زيد هو زيد نعم الأول أكسن أي الرجل نحوله وحيد يجينا نعم وكرمك إلا صمر المخصوص بالمدح أمان كله خصيص هو بئس مركة سمرة المخصوص بالذم عيونا كله خصيص هو ماشي بئس يا نعمة إن النعمة بئس والسكويرة لكن على الراجح وإن فعله على الراجح تعالى إيهاتي يا نعمة يبئسي هذا الو يرجل لكن الراجح وإن أفعاله وزيد الواو حرف عاد زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره جارية مبتدا ثاني مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره جارية مضاف له ومضاف إليه من على الضم في محل جر ذاهبة خبر المبتدا ثاني مرفوع بالمبتدا ثاني وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا ثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول والرابط بينهما الضمير في جارية باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بالله توفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد